جولة الحصاد من قناة الجزائر الدولية وتتابعون فيها. بعد ترشح خليفة حفتر لرئاسية ليبيا، تصاعد الجدل حول مستقبل الاستحقاق. بعد التصعيد على حدودهما أرمينيا وأذربيجان، توقفان الاشتباكات بوساطة روسية. انتقادات دولية ضد روسيا بعد نجاح اختبار صاروخي مضاد للأقمار الصناعية. الجزائر تتولى الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي الرياضة، الجزائر تتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات المونديال. مرحبا بكم. يزداد المشهد في ليبيا ضبابية بشأن مستقبل الانتخابات، فبعد اتساع رقعة الرفض لترشح نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي سيف الإسلام للرئاسيات، أعلن بدوره خليفة حفتر ترشحه للاستحقاق رغم تحميل مفوضية الانتخابات المسؤولية كاملة في قبولها ملفي المعنيين. قومنا بالحق وأنت خير على خطى سيف الإسلام القذافي. يسير خليفة حفتر نحو استحقاق 24 ديسمبر. الرجل العسكري يقدم نفسه مرشحا لرئاسية ليبيا بإعلانه ذلك رسميا، يومين فقط عقب إعلان مفوضية الانتخابات استلامها ملف ترشح نجل الزعيم الراحل معمر القذافي. لهجة جديدة غير معتادة رافع بها حفتر عن خيار الانتخابات كمخرج وحيد من الأزمة الحادة التي انغمست فيها ليبيا كما وصفها. لا يريد السلطة بل قيادة الشعب الليبي والبحث عن مأمن لأموال الليبيين وثرواتهم، وفق تأكيداته عبر كلمة متلفزة بثت الثلاثاء. وبين الترشح المثير للجدل لكل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، جاءت تأكيدات من داخل مبنى مجلس النواب الليبي بعزم رئيسه عقيل صالح تقديم ملف ترشحه لفرع مفوضية الانتخابات بمدينة بنغازي خلال اليومين القادمين، رغبة يدعمها صالح بما يعتبرها استجابة لرغبة المكونات القبلية والاجتماعية في منطقة الشرق الليبي. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة المتخم بمخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا انتقل بموقفه من الترشح من عدمه الذي سيعلن عنه في الوقت المناسب كما يشدد، إلى الانتقاد اللاذع للقوانين الانتخابية بوصفها معيبة ومفصلة على مقاس بعض الشخصيات. وفي الأثناء تحول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى مظاهرات واقتحامات لعدد من مقار المفوضية العليا للانتخابات خاصة غربي البلاد، ما جعل الهيئة تعلن إغلاق مقارها بكل من الخمس وغوريان وزليتن، وضع لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي شهدته مدينة مصراتة قبل ساعات. تطورات وتجاذبات تضع خارطة الطريق المرسومة للدفع بمسار دعم الاستقرار في ليبيا على صفيح ساخن قبيل نحو شهر عن موعد الانتخابات، مقابل تلويح جدي بتسليط عقوبات على كل طرف يعرقل الانتقال السياسي في ليبيا. عن الموضوع معنا عبر سكايب من مدينة مصراتة الليبية المحلل السياسي فيصل شريف. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم. مساء النور. ما الذي يعنيه ترشح خليفة حفتر رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد جدل كبير أثاره كذلك طبعا ترشح سيف الإسلام القذافي؟
نعم، في البداية تحية من القلب للجزائر التي نحب، يعني تحية لكم ولكل الشعب الجزائري وللسيدات والسادة المشاهدين. الحقيقة اليوم ما يجري في ليبيا هو محاولة بالفعل يعني للالتفاف على إرادة الشعب الليبي بشكل واضح وفاضح، يعني أمام الجميع اليوم عندما يتابع المشهد السياسي الليبي، عندما يتابع مخرجات تونس الأخيرة التي عززت بقرار مجلس الأمن 2570 الذي اعتمد مخرجات تونس، والتي حملت جملة من الاشتراطات والتوافقات التي كان يجب أن تمضي إليها السلطة التشريعية التي تحكم من هناك من طبرق، حيث يسيطر خليفة حفتر الجنرال الانقلابات، هذا يعني جنرال الانقلابات في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، يعني موسوعة جينس الآن الرقم القياسي حققه خليفة حفتر في عدد الانقلابات وفي قرنين متتاليين. هذا الرجل اليوم يحاول اليوم أن يقنع الليبيين أنه بضغطة زر تحول إلى حمامة سلام بعد أن أقام المقابر الجماعية في ترهونة وفي غرب ليبيا، وهجم على عاصمته ودمر وقتل وشرد وهدد يعني حتى الأمن القومي لدول الجوار منها الجزائر ومنها تشاد ومنها السودان والكثير من الدول. هذا الرجل الذي المتقلب المزاج الذي من فك يعني الحقيقة يطارد أحلام الليبيين ويحاول أن يحرمهم من طموحهم وحقهم الشرعي في أن يقيموا التحول الديمقراطي وأن يقيموا هذه الانتخابات على قاعدة دستورية وعلى قوانين انتخابية عادلة يضعها أطراف الصراع بالتوافق مع ما ورد في خارطة الطريق التي احتكم إليها والتي صدر فيها القرار من مجلس الأمن. اليوم ضرب بها عرض الحائط، وأريد لخليفة حفتر اليوم أن يتقدم وأن تفصل القوانين على على مقاسه هو وعلى مقاسه في القذافي. أستاذ فيصل، في السياق من يدفع حفتر في هذا الاتجاه أو من يقف خلفه إن صح التعبير؟ لا شك يعني أنا لا شك يعني المتابع للمشهد الليبي يدرك بحقيقة وجلاء أن خليفة حفتر عندما حاول أن ينجح مشروعه العسكري الانقلابي الذي قاده في 2019 على العاصمة طرابلس كان يعني مدفوعا بقوة دولية وإقليمية. لا ننسى جميعا أن من أعطاه الضوء الأخضر وقال له if you can do it quickly، إذا تستطيع تفعلها افعلها مباشرة واغزو العاصمة، هو جون يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وكان وقتها مستشار الأمن القومي جون بولتون، يعني الإدارة الأمريكية السابقة إدارة الجمهوريين. ثم لا ننسى أن روسيا بعصابات الفاغنر يعني هي من دعمته بقوة وقتلت الليبيين، وكانت يعني على مرمى حجر من وسط العاصمة طرابلس قبل أن تتدخل حتى تركيا لمصلحة مساندة القوات الشرعية حكومة الوفاق وقتئذ. اليوم العالم كله وقتها كان يتفرج علينا. إذا تحدثنا فيصل عن الاحتلال الإسرائيلي، لا شك يعني أنتم رأيتم ورصدتم وأنت كإعلامي تابعت بكل وضوح أن خليفة حفتر يعني التقى يعني نحن لا نتحدث من بنية أفكارنا، يعني صحيفة هارتس الإسرائيلية أشارت إلى ذلك وأشارت إلى اجتماع ما بين صدام حفتر وكذلك البي بي سي يعني نشرت هذه المعلومات حول اجتماع ما بين صدام حفتر وقوات أمنية إسرائيلية وكذلك ابنه صدام، وطلب منهم المساعدة في الدعم السياسي والعسكري السيطرة على ليبيا، وسيكون المقابل هو الاعتراف بإسرائيل. هذا ليس مخفي، هذا لا نخترعه نحن، هذه يعني صحف عالمية مرموقة أشارت إلى ذلك، وكذلك تتبع حركة الطيران الطائرة الخاصة لابن خليفة حفتر نجل خليفة حفتر التي أقلعت من دبي وحطت في تل أبيب، يعني هذا أصبح مكشوف وعلى الهواء مباشرة. يراد اليوم اللعب بمصير دولة أخرى، دولة عربية أخرى يراد لها أن تسير على خطى دول أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وأن تصبح هذه الدولة تحت يد السلطات الإسرائيلية وتحت يد الكيان الإسرائيلي البغيض. طيب، هل هذه الشخصيات التي كانت جزءا من الأزمة لها حظوظ في قبول ملفاتها أو حتى وصولها لكرسي الرئاسة؟ الحقيقة نحن لسنا موعودين بديمقراطية حقيقية حتى أستطيع أن أقول أنه بالإمكان أن يكونوا بعيدين، يعني اليوم نحن لسنا موعودين بديمقراطية حقيقية، يعني المجتمع للأسف الدول الغربية التي تتشدق علينا بالديمقراطية هي اليوم يعني تحاول أن تعبث لتوصل هذا الجنرال العسكري الانقلابي إلى الحكم بأي طريقة. أنت تعرف أن المخابرات الروسية تمكنت من أن تعبث بالنظام الديمقراطي الأمريكي
أمريكي، فما بالك بدولة هشة اليوم تمر بكل هذه الاختناقات، باستطاعة الروس أو باستطاعة حتى المصريين أن يعبثوا بالانتخابات الليبية ويرسموا المشهد كما يحبون. اليوم عندما نتابع يعني القوانين الانتخابية التي وضعت بعناية وفصلت لكي يمر خليفة حفتر بجنسيته الأمريكية، وكي يمر خليفة حفتر ومن دون حتى قاعدة دستورية، العالم كله يتفرج ويضحك علينا ملء شطيه، كيف نستطيع أن نقيم انتخابات رئاسية بدون وجود قاعدة دستورية حقيقية تضبط يعني صلاحيات الرئيس وتحدد شكل وطبيعة ونظام الحكم؟ اليوم هذا التهريج الذي يراد أن نساق إليه يعني ويراد لنا أن نسلم كالخرفان لخليفة حفتر بعد كل هذه التضحيات وبعد كل هذه المعاناة، وكأن الليبيين يعني لا يستحقون أن يذهبوا إلى انتخابات حقيقية تاريخية تقودهم إلى تغيير إيجابي بالإمكان أن يقود إلى استقرار حقيقي لهم ولدول الجوار بكاملها. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ فيصل الشريف، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من مدينة مصراتة الليبية، شكرا مرة ثانية. في موضوع آخر، خلص الاجتماع الذي جمع وفدا من الاتحاد العام للشغل بتونس ورئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى افتكاك يقول تعهدات بتنفيذ خارطة طريق محددة يتفق عليها بين الطرفين لاحقا، إضافة إلى مطالب سابقة كانت على طاولة النقاش على رأسها الشق الاجتماعي والسياسي وسط ترقب من الطبقة الشغيلة في تونس بتحديد زمن التنفيذ. لقاء وصف بالإيجابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الحكومة نجلاء بودن أفضى إلى افتكاك تعهدات بتفعيل الاتفاقات السابقة وإصدارها قريبا، ما يؤكد استمرار الدولة وهو الضامن لتنفيذ حزمة الالتزامات بحسب بيان للاتحاد العام للشغل التونسي، من بينها ما تعلق بالشق السياسي وكذا الاجتماعي. المطالب التي طرحت على طاولة النقاش بين الطرفين تلخصت في توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقي، الإسراع بإنهاء الغموض ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية، الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، وجوب النأي بالإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية، التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء. أما في الشق الاجتماعي فركز اللقاء على استئناف الحوار الاجتماعي، مراجعة الأجر الأدنى، فتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة ملفات الأساسية، تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلقة بها، وإنهاء كل أشكال العمل الهش كالحظائر والاعتمادات المفوضة، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين. وبعد فترة من الغياب تعود الحكومة في تونس إلى التواصل مع أكبر قوة نقابية في البلاد لإيجاد حلول للمشاكل التي يعيشها التونسيون. يأتي هذا كرد فعل إزاء التحركات الشعبية الأخيرة في عدة مناطق رافضة للوضع العام، ما يستدعي بحسب مراقبين الإسراع في ضبط عقارب الساعة في البلاد على توقيت تنفيذ الالتزامات لبسط الهدوء والسكينة واسترجاع الثقة بين التونسيين والسلطة الحاكمة في البلاد. تزداد شدة الاحتقان في المغرب بإعلان 5 نقابات صحية مغربية تابعة لمركزيات نقابية كبرى وقفات احتجاجية في مختلف مؤسسات القطاع، حيث أعلنت مجموع النقابات في بيان مشترك لها توحيد الجهود ضد ما أسمته تنكر الحكومة ووزارة الصحة المغربية تجاه مطالب جميع فئات الشغيلة أو التشغيلية للصحة. كما اتهمت النقابات الموقعة على البيان المشترك الحكومة بتهريب مشروع قانون الوظيفة العمومي الصحية بعيدا عن قطاع الصحة والنقابات الممثلة لها. يشار إلى أن الإضرابات في قطاع الصحة بالمغرب لا تزال متواصلة منذ مناقشة وزير المالية المغربي مشروع الموازنة المالية 2022 أمام البرلمان المغربي. أعلنت الشرطة الأوغندية اليوم تنفيذ 3 انتحاريين تفجيرات في قلب العاصمة الأوغندية كامبالا، أحدها قرب مبنى البرلمان والآخران قرب مركز الشرطة الرئيسي، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.
قتلى وعشرات الجرحى ودمار كبير في تفجيرات بالعاصمة الأوغندية كامبالا حدثت بالمنطقة التجارية المركزية وبالقرب من المقر العام للشرطة ومدخل البرلمان، حيث ألغى هذا الأخير جلسته المقررة الثلاثاء طالبا من أعضائه تجنب المنطقة. الشرطة المحلية وصفت العمليات بالإرهابية فاتحة على إثر ذلك تحقيقا لتحديد هوية الجهة الفاعلة، ومتهمة في ذات الوقت القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف خلف ذلك، وهي أحد أكثر المجموعات المسلحة خطورة من بين 120 أخرى تنشط على الحدود مع الكونغو الديمقراطية. من جانبه الاتحاد الإفريقي على لسان رئيس مفوضيته موسى فكي دان بأشد العبارات التفجيرات، مؤكدا تضامن الاتحاد مع الشعب وحكومة أوغندا. سلسلة من الانفجارات شهدتها كامبالا في الفترة الأخيرة اتهمت فيها السلطة نفس المجموعة على غرار ما وقع أواخر أكتوبر الماضي، حيث تم تفجير حافلة في عملية تبناها تنظيم داعش الإرهابي، وكان الرئيس الأوغندي قد رجح حينها فرضية العمل الإرهابي متوعدا بملاحقة مرتكبيه. السفارة المصرية في أوغندا من جانبها طلبت من جاليتها تجنب الأماكن المزدحمة واتخاذ أقصى درجات الحذر أثناء التواجد في الأماكن العامة. يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الأفريقية التي استهلها بكينيا ثم نيجيريا، ويسعى وزير الخارجية الأمريكي لتعزيز الدبلوماسية في هذه المنطقة لمنع إثيوبيا من الانزلاق إلى حرب أهلية كارثية، وسيتوجه بعدها إلى السنغال حيث من المقرر إنهاء جولته السبت المقبل. هذا وتعمل واشنطن على تعزيز توجهاتها الخارجية في سياسة إدارة الرئيس بايدن خاصة في أفريقيا وما تعلق منها بالملفات الأمنية كمكافحة الإرهاب وملف الحريات وحقوق الإنسان. تجددت المواجهات بين الجيش البولندي والمهاجرين على الحدود البيلاروسية، ما أجبر الجيش على إطلاق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين. وبين اتهامات بولندا لبيلاروسيا بتدبير الأزمة ورفض الجارة تدفق المهاجرين، ضاع الجانب الإنساني على الحدود في وقت تصل درجات الحرارة إلى أقل من الصفر. بين السياسة والقانون سقط الجانب الإنساني في الحدود البيلاروسية والبولندية في الوقت الذي تقل فيه درجات الحرارة دون الصفر. ترتفع أصوات المهاجرين المطالبين بحقهم في العبور إلى بولندا كلاجئين، بينما ترفض بولندا التدفق الكبير للمهاجرين على حدودها وتوجه أصابع الاتهام للجارة بيلاروسيا بنقل الآلاف من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية. يؤكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أنه بريء من كل الاتهامات ويعمل كل ما بوسعه لإعادة اللاجئين ونزع فتيل الأزمة. المواجهات تجددت اليوم بين الأمن البولندي وطالبي اللجوء الذين حاولوا اجتياز الحدود في صورة تنقل حدة التصعيد والتوتر على الحدود البيلاروسية الروسية البولندية التي يراها الاتحاد الأوروبي تهديدا جديدا قد يفرض عقوبات خامسة على بيلاروسيا ويلوح بأخرى. معركة كسر العظام احتدمت بين الكبار، صنعت تكتلات بعد أن دخلت فرنسا على الخط لمساندة بولندا واعتبرت أن بيلاروسيا تخطط لمسرحية مروعة، فيما أكدت موسكو أن استخدام بولندا الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين أمر غير مقبول. في ظل كل هذا تتزايد النشاطات العسكرية لحلف الناتو على الحدود البيلاروسية البولندية وسط اتهام هاته الأخيرة لبولندا بالتحضير للحرب، يقابله الطرف الآخر بتهمة استغلال الضعفاء لأغراض سياسية. عن الموضوع معنا من العاصمة وارسو الصحفية هنادي محمد عبر خدمة سكايب. مرحبا أولا أستاذة هنادي، ضعينا في صورة تطورات أحداث المواجهات اليوم بين القوات البولندية والمهاجرين. لا تزال التحركات الإنسانية سواء في بولندا، دعنا نبدأ أولا في التحركات الإنسانية لما يجري حاليا في بولندا. يعني لا تزال التحركات الإنسانية سواء في بولندا أو دول الاتحاد الأوروبي هي تحركات خجولة لا ترتقي إلى مستوى الأزمة الحاصلة على الحدود، لأن السياسة حاليا هي التي تطغى على الجانب الإنساني. يعني حاليا يتم التعاطي مع أزمة المهاجرين على أنه تصعيد سياسي أو حرب هجينة كما تصفها دول الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى تضامن الاتحاد الأوروبي مع موقف بولندا المتشدد الذي مع من قضية المهاجرين الذي يمنعهم. هل هذا الاحتقان الأخير يعني فشل الحوار والمفاوضات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي؟
حاليا تستمر بيلاروسيا في سياستها وحربها على الاتحاد الأوروبي، يعني هي تقوم باستغلال المهاجرين هي كورقة ضغط على القارة الأوروبية لدفع الاتحاد الأوروبي للاستجابة لمطالبه الغير معلنة حتى الآن. يعني مواجهات اليوم على الحدود بين المهاجرين وحرس الحدود البولندي هي يمكن القول أنها رد فعل مبدئي للعقوبات أو لموافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على النظام البيلاروسي بالأمس. نعم يعني نعم مواصلي أستاذ هاني. هذا الأمر هو الذي يدفع ربما الاتحاد الأوروبي للتعجيل ببدء حوار مع رئيس بيلاروسيا التي تعتبره أوروبا أساسا هو رئيس غير شرعي، ولكن مجرد بدء الحوار معه سيعد اعتراف بشرعيته. نعم كسؤال يعني تفضلي كسؤال أخير أمام الانستيتوت، يمكن القول الآن بشكل عام وأوضح أن بيلاروسيا لا تزال تتلاعب بمصير المهاجرين، يعني هي تقوم بإيهامهم بسهولة العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ اللحظة الأولى التي أوهمتهم بها بسهولة الحصول على التأشيرة للوصول إلى مينسك. هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى العاصمة مينسك ومن ثم إلى الحدود ليجدوا أنفسهم عالقين وسط ظروف مناخية قاسية، إضافة إلى نقص المساعدات وإلى نقص أبسط مقومات الإغاثة، إضافة إلى انتشار الكثير من الشائعات التي تم تداولها بينهم، وهي أن إمكانية بولندا أن تقوم بإنشاء ممر إنساني وأن بولندا سوف تفتح الحدود وهناك حافلات من ألمانيا سوف تصل إلى الحدود لتقل لهم، ولكن هذا إنما يتم تداوله هو فقط مجرد إشاعات. طيب. ولا يوجد له حقيقة. طيب أمام الانسداد الحاصل إلى أين تتجه أزمة المهاجرين على حدود البلدين؟ الأوضاع الحالية لا تشير إلى وجود أي حلول على الأقل على المدى المنظور، يعني مع وصول ما يقارب الآن 4000 مهاجر على الحدود بينهم عائلات نساء وأطفال، من المتوقع أن يستمر هذا العدد ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد بالازدياد، وهذا الأمر ليس له حل على المدى المنظور، ومن المتوقع حتى أن بولندا تتوقع أن تستمر لعدة شهور، وهذا ما يؤدي إلى فرضها لحالة الطوارئ، وهي تقول بأنها مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة، وهذا ما نراه يعني حتى أن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع موقف البولندي، وهذا ما نراه بأنه من مستحيل حاليا ان يكون هناك اي حلول نعم حتى نعم مجرد شكرا. بدأ بهذا الحديث، لم يبدا الحديث عن اي حلول لازمه اللاجئين. شكرا لك يا صحفيه هنادي محمد، كنت معنا مباشره من العاصمه وارسو عبر خدمه سكايب. شكرا جزيلا مره ثانيه. في موضوع اخر، كشفت وزاره الدفاع الروسيه ان ارمينيا واذربيجان اوقفتا الاشتباكات المسلحه بينهما بعد وساطة روسية. يأتي ذلك بعد تأكيد أرمينيا الثلاثاء مقتل 15 جنديا في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان. من جهتها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها أن جنودها صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمينية. يعود تصعيد وتوتر من جديد بين أذربيجان وأرمينيا. برلمان يرفان قال إن 15 جنديا أرمينيا لقوا حتفهم في اشتباكات على حدود البلاد مع أذربيجان. كما أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن باكو أسرت 12 من جنودها. هذه التطورات دفعت أرمينيا لطلب مساعدة سريعة من روسيا لما اعتبرته دفاعا عن سيادتها الإقليمية ضد أذربيجان. هذا الشيء خطير جدا على المنطقة بشكل عام، لأن هناك يعني معارك ضارية الآن تجري داخل الحدود الأرمينية الرسمية. طبعا من جانب آخر، قامت أرمينيا رسميا بمناشدة أو بطلب المساعدة من الاتحاد الأوراسي ومن روسيا تحديدا ليتدخل مباشرة حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وزارة الخارجية الأذربيجانية وفي بيان لها اتهمت أرمينيا بالتعمد في تصعيد الوضع على حدود البلدين، وأن جنود بلادها صدوا هجوما مضادا للقوات الأرمينية. كما أعلنت وزارة دفاع أذربيجان إصابة جنديين بجروح في اشتباكات مع القوات الأرمينية. أطلقت الوحدات الأرمينية النار على مواقع الجيش الأذربيجاني مستخدمة الأسلحة النارية المختلفة العيار، مما أدى إلى
إصابة مجندين أذربيجانيين لوقف تحركات القوات المسلحة لأرمينيا وردع هجومها، نفذت الوحدات والقوات المسلحة الأذربيجانية تدابير عاجلة، وفي البداية تم تقييد تحركات الجانب الأرميني وألحقت بعتاده ومعداته أضرار. المواجهة الجارية قرب منطقة ناغورن كاراباخ المتنازع عليها بين باكو ويرفان جاءت بعد تصاعد التوتر بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين البلدين، وذلك رغم توقيع اتفاق وقف النار ونشر قوات حفظ سلام الروسية بعد اشتباكات عام 2020. أثارت تجربة روسيا الناجحة لصاروخ استهدف قمراً صناعياً موجة واسعة من ردود الأفعال أبرزها من واشنطن، التي قالت إنها ستعمل مع حلفائها للرد على هذا العمل الذي وصفته بالمتهور وغير المسؤول. السعي الروسي لامتلاك صواريخ بمقدورها تدمير الأقمار الصناعية لم يعد خافياً، فقد جربت موسكو في الساعات القليلة الماضية صاروخاً استهدف قمراً صناعياً خارجاً عن الخدمة، ولئن كللت التجربة الروسية بالنجاح إلا أنها خلفت آلاف القطع من الحطام الفضائي وسيولاً من الإدانات والانتقادات. في محطة الفضاء الدولية كان الرواد السبعة في قمة التوتر، التحقوا بمركبات الإخلاء الموصولة بها تحسباً لارتطامها بالحطام الذي خلفته هذه التجربة. الخارجية الأمريكية وفي ردها انتقدت سلوك موسكو، فواشنطن ترى فيه عملاً متهوراً وصفة تغني موسكو برفضها عسكرة الفضاء بالنفاق، داعية جميع الدول المهتمة بالفضاء إلى الامتناع عن أي تجارب تدميرية مماثلة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستعمل مع حلفائها للرد على التجربة الروسية. على خطى وزارة الخارجية أدانت هيئات عديدة كوزارة الدفاع ووكالة الفضاء ناسا التجربة الروسية وصفة إياها بالعمل غير المسؤول الذي من شأنه تعريض حياة رواد محطة الفضاء الدولية للخطر، فضلا عن تهديد المعدات الفضائية والأقمار الصناعية الأخرى، بينما وصفها حلف الناتو بالعمل الطائش. أما موسكو التي صرح وزير خارجيتها سيرغي لافروف في مناسبة سابقة أنه ليس هناك ما يثبت قيام بلاده بتجارب لتدمير الأقمار الصناعية، فقد اكتفت هذه المرة ببيان مقتضب من وزارة الدفاع تقول فيه إن تجربة تدمير قمر صناعي كانت ناجحة وإنها لا تشكل أي تهديد لمحطة الفضاء الدولية. ورغم الهدوء الروسي في الرد، إلا أن التجربة تأتي في خضم احتدام الخلاف بين روسيا والغرب في قضايا عديدة أبرزها الصراع مع الحلف الأطلسي. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على مسؤوليتهما تجاه العالم لتجنب نشوب صراع، وذلك مع عقد زعيمي أكبر اقتصادين في العالم محادثات حظيت بمتابعة واسعة فجر اليوم الثلاثاء. Good to see you, Mr. President. عبارة ود لم تخلو من تحذيرات خلال لقاء القمة الافتراضي فجر الثلاثاء بين قائدي أكبر بلدين في العالم، الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ. فمن على طاولة الاجتماعات في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، وبعد أن ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، قال بايدن لشي: ربما ينبغي لي أن أبدأ بشكل رسمي أكثر، رغم أنني أنا وأنت لم نكونا رسميين مع بعضنا بهذا الشكل قط. وبنفس النبرة خاطب الرئيس الصيني نظيره الأمريكي واصفا بايدن بالصديق القديم، وقال إن الصين وأمريكا تحتاجان إلى زيادة التواصل والتعاون بوصفهما أكبر اقتصادين في العالم وعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي. في مستهل القمة قال بايدن إن عليهما بوصفهما زعيمين مسؤولية ضمان عدم انحراف العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى صراع مفتوح، وأن التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى صراع سواء أكان مقصودا أم غير مقصود. لكن سرعان ما استحال الود إلى تهديد عندما حذر الرئيس الصيني نظيره الأمريكي من اللعب بالنار عبر التدخل في تايوان، منوها بأن البلدين يواجهان العديد من التحديات معا يتعين من خلالها أن يعززا التواصل والتعاون بينهما. وإلى جانب معضلة تايوان، ناقشت القمة أيضا التحديات الإقليمية والدولية كملفات كوريا الشمالية وأفغانستان وإيران،
حيث شدد الطرفان على ضرورة الإبقاء على خطوط الاتصال والحوار مفتوحة بينهما. ويأتي هذا اللقاء وسط تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب خلافات من بينها منشأ وباء كورونا وحقوق الإنسان في الصين والتوترات بشأن تايوان. وبنبرة يغلب عليها التشاؤم أكدت كل من واشنطن وبكين على وجوب عدم عقد الآمال على نتائج فورية مهمة لهذه القمة، وأعلن البيت الأبيض أنه من غير المرتقب أن يؤدي هذا الاجتماع الافتراضي إلى نتائج ملموسة. من قناة الجزائر الدولية أخبارنا متواصلة. أهلا بكم وأهلا بالزميلة نادية معزوزة وأخبار الاقتصاد. أهلا عبد الغفور، أهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد الاقتصادية. في المستهل انتهت القمة الافتراضية بين الرئيسين الأمريكي والصيني على توافق لتفادي انزلاق المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم نحو الصراع والمواجهة. ووصف البيت الأبيض المحادثة التي استمرت 3.5 ساعات بالمفتوحة والصريحة دون تحقيق إنجازات أو اتخاذ قرارات ملموسة. التفاصيل مع سارة جمازة. وما بين الود والعتاب والتحذير، احتفظ الرئيسان الأمريكي والصيني بمساحة من العقلانية في أول لقاء افتراضي بينهما، توافق أبان عنه جو بايدن حينما ظهر من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض وإلى جانبه وزير خارجيته، داعياً بكين إلى العمل لضمان ما أسماه الحماية الكافية لتفادي انحراف المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم للصراع والمواجهة. يبدو لي أن مسؤوليتنا كقادة للصين والولايات المتحدة هي ضمان ألا تنحرف المنافسة بين بلدينا إلى الصراع، سواء أكان مقصود أو غير مقصود، فقط مجرد منافسة مباشرة. ينبغي أن نعمل على إنشاء بعض حواجز الحماية حتى لا تنحرف المنافسة بين البلدين إلى صراع. ولنكن واضحين وصادقين عندما نختلف ونعمل معا حيث تتقاطع اهتماماتنا. شي جي بينغ الذي ظهر ومن حوله مدير الحزب الشيوعي لم يكن أقل من بايدن في الاستطراء حين استقبله بالصديق القديم مع الدعوة لعلاقات سلمية مع الولايات المتحدة الأمريكية كضرورة لحماية بيئية دولية مستقرة. يتعين على الصين والولايات المتحدة احترام بعضهما والتعايش في سلام والسعي إلى التعاون المربح للجانبين، مستعدون للعمل مع الرئيس بايدن لبناء توافق واتخاذ خطوات فعالة لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى الأمام في اتجاه إيجابي. بناء التوافق شعار رفع عاليا في ختام القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم رغم أجواء التوتر والتباين التي أحاطت بالقمة الافتراضية بشأن الملفات السياسية والحقوقية بين بكين وواشنطن في لقاء انتهى بالود دون قرارات. سجلت جل مؤشرات الأسواق الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم مدعومة بعلامات على تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي بنحو 600%، مما دعم سلسلة المكاسب القياسية الأخيرة، كما سجلت مؤشرات أسهم قيادية أوروبية مستويات قياسية منها داكس الألمانية وكاك 40 الفرنسية. عكست أسعار النفط اتجاهها لتعاود منحها التصاعدي في تداولات الثلاثاء مدعومة بالمخاوف بشأن شح المخزونات، وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.7% إلى 82.66 دولارا للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 81.42 دولارا للبرميل، غير أن المخاوف من انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد-19 أثرت على الأسعار بعدما باتت أوروبا مرة أخرى مركزا للوباء، ما دفع بعض الحكومات إلى دراسة إعادة فرض الإغلاق العام.
تحول مؤتمر أديبيك الاستراتيجي لوزراء الطاقة وصناع القرار في العالم إلى منبر للاستهجان وإبداء غضب المنتجين من مخرجات قمة المناخ الأخيرة، وأجمع المشاركون في الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الطاقة العالمية على ضرورة إبعاد معركة حماية الأرض عن ضغوطات الدول المستهلكة على البلدان المنتجة لضخ مزيد من المعروض النفطي. نتابع التقرير التالي. في ثنائية الطاقة والدفء من جهة ومعركة حماية الأرض والمناخ من جهة أخرى، تتشكل الجبهات وتصطدم السياسات مثل المصالح. هنا تترسم المواجهة بين منتجي الطاقة ومستهلكيها في حرب غير معلنة كان مضمون البيان الختامي لقمة المناخ شرارتها. سريعاً تلقفت البلدان المنتجة للنفط والغاز مستهجنة لمخرجات قمة غلاسكو ليكون معرض ومؤتمر الصناعة الطاقوية في أبوظبي الإماراتية فرصة أمام كبار المنتجين للرد بصوت واحد، نعم لحماية الأرض، لكن في إطار تحول طاقوي يحفظ المصالح الحيوية للشركات والدول المنتجة. أكبر محفل طاقوي في العالم تحول لمنبر أمام صناع القرار في قطاع النفط والغاز للمرافعة عن مستقبل نشاط استغلال الموارد الأحفورية، بعيداً عن محاولات بعض الدول المستهلكة لابتزاز تحالف أوبك بلس تحت غطاء حماية الأرض والتوجه نحو المصادر الطاقوية الصديقة للبيئة. التغيرات المناخية التحدي الأكبر لمنتجي النفط في العالم لمواصلة استغلال الطاقات الأحفورية دون قيود أو شروط، رسالة مؤتمر أديبيك نحو العالم ونحو واشنطن وإدارة جو بايدن. انتخبت الجزائر اليوم على رأس الأمانة العامة لمنتدى البلدان المصادرة للغاز، وجاء انتخاب الجزائر من بين 5 مترشحين خلال أشغال الدورة 23 للاجتماع الوزاري الذي ترأسته بوليفيا. الاجتماع شارك فيه 11 وزيرا للطاقة، وشهد دراسة التحضير للقمة 6 لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في الدوحة العام المقبل. تفاقمت تداعيات الجفاف الحاد الذي يعصف بالاقتصاد المغربي لتطال مصادر مائية حيوية شمال المملكة بعدما جفت مياه أطول أنهار البلاد لأول مرة في التاريخ، ظاهرة بدأت تهدد القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي بيد عاملة تمثل نحو 10 ملايين نسمة. نتابع التقرير. يجب محمد ضفاف نهر ملوية أو ما تبقى من آثاره بعد أن جفت مياهه إلى حد بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط، ظاهرة مأساوية أخفت أطول أنهار المغرب من الوجود لأول مرة في التاريخ، وحرمت مدينة السعيدية السياحية شرق المملكة من أبرز مواردها الطبيعية. قساوة الجفاف هنا قلبت موازين الطبيعة في هذه المنطقة الزراعية بعد أن باتت مياه البحر المالحة تغزو مجرى النهر الآفل على امتداد 15 كيلومترا، ما دفع بالكثير من المزارعين على ضفتيها إلى التخلي عن أراضيهم. في الضفة اليسرى للنهر تبدو الفواكه المنتجة هنا باهتة ومشوهة الشكل بفعل سقيها بالمياه المالحة والملوثة. انخفض معدل التساقطات المطرية في المملكة بأكثر من 84% منذ مطلع السنة الجارية، عاصفة بالزراعة في المغرب المحرك الأساسي للاقتصاد في المملكة ويمثل نحو ربع اليد العاملة فيها. نهاية حصاد الاقتصاد، عودة إليك عبد الغفور. شكرا جزيلا زميلة نادية. مشاهدينا، من الاقتصاد إلى أخبار الرياضة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، اهلا وسهلا بزميل كريم بالعربي واخبار الرياضه، طبعا الرياضة اخبار المنتخب الوطني وتاهل المنتخب الجزائري للدور الفاصل. اهلا بك عبد الغفور، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبدايه ستكون بالمنتخب الجزائري، حيث ضرب المنتخب عصفورين بحجر واحد بعد تعادله مع منتخب بوركينا فاسو
في إطار الجولة الختامية من تصفية مونديال قطر 2022. الخضر رسموا حضورهم في الدور الفاصل من التصفيات وواصلوا سلسلة المباراة دون هزيمة والتي وصلت إلى 33 مباراة. من ملعب الأحلام والانتصارات مصطفى تشاكير بالبوليدة لم تكشف تأشيرة مباراة السد المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 عن منتقيها مبكرا. فمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة للمنتخب الجزائري المتصدر ضد وصيفه منتخب بوركينا فاسو التي جرت بذكريات اللقاء الفاصل المؤهل لمونديال البرازيل 2014 كانت أصعب من المتوقع للناخب الجزائري جمال بالماضي وأشباله أمام الخيول البوركينابية التي شنت حربا نفسية شديدة عساها تكون مثمرة أمام أبطال إفريقيا. نية توقيف سلسلة لا هزيمة للخضر وخطف تأشيرة التأهل ظهرت بعد كل هدف يوقعه المنتخب الجزائري بعد أن وقف زملاء أوتارا الند للند وردوا على هدفي محرز وفيغولي لينتهي اللقاء الذي عاشه الجمهور الجزائري العائد إلى مدرجات تشاكير على وقع صافرة النهاية التي منحت الخضر نقطة التعادل التي كانت تلزمه من أجل حجز مقعد له في لقاء السد المؤهل لمونديال قطر 2022 الذي ستجرى قرعته شهر مارس من العام المقبل بالدوحة تزامناً ونهائي كأس العرب في 18 من ديسمبر. إذن هي خطوة أخرى يخطوها المنتخب الجزائري الذي وقع على مباراته 33 دون هزيمة وعلى أمل المواصلة في نفس الرتم والنسق يرتفع سقف الطموح. وعقب أداء التأهل بعث رئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تهنئة للمنتخب متمنيا مواصلة المشوار إلى غاية الوصول إلى مونديال قطر 2022. إلى ذلك يلتقي منتخب الأرجنتين والبرازيل في كلاسيكو ناري ضمن تصفية أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ويحتل المنتخب البرازيلي يقول صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة فيما يأتي منتخب الأرجنتين وصيفا برصيد 28 نقطة. وسبق للمنتخب البرازيلي أن ضمن التأهل عقب الفوز الأخير على كولومبيا لكنه في المقابل سيخسر جهود نجمه نيمار الذي سيغيب عن السوبر كلاسيكو بداعي الإصابة. في الجهة الأخرى يعول المنتخب الأرجنتيني على عودة نجمه ليونيل ميسي إلى التشكيلة الأساسية لتجاوز عقبة السامبا وبلوغ مونديال قطر 22. إلى ذلك أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السماح بحضور جماهير كامل في نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيجمع الهلال السعودي وبوهانج ستيرز الكوري الجنوبي الثلاثاء المقبل على ملعب الملك فهد الدولي. وصادق الاتحاد الآسيوي على قرار الاتحاد السعودي القاضي بإقامة المباراة بنسبة حضور جماهيري 100% مع المحافظة الكاملة على البروتوكول الصحي. وبهذا القرار أقول سيصل عدد الجماهير الحاضرة بملعب الملك فهد الدولي بمناسبة هذا النهائي 68 ألف مشجع. إلى أوروبا حيث كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني يقترب من تجديد عقده لمدة موسم آخر مع النادي الملكي. وكان النادي ريال مدريد قد أعلن الماي الماضي تجديد عقد النجم الكرواتي لموسم واحد بعد أن كان مرتبطا بالنادي ينتهي أو كان ارتباطه بالنادي ينتهي الصيف الماضي ليستمر في القلعة البيضاء حتى جوان 2022 قبل أن تباشر إدارة فلورنتينو بيريز خطوات تجديد تعاقده مرة أخرى. بعيدا عن كرة القدم أعلن فريق ألفا روميو أن السائق الصيني جوا غوانيو سيدافع عن ألوانه بداية من الموسم المقبل ويصبح بذلك أول صيني يشارك في بطولة العالم للفورمولا 1. غوانيو صاحب 22 ربيعا الذي يخوض منافسات بطولة سباقات الفورمولا 2 هذا الموسم سيزامل الفنلندي فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس بعد 5 أعوام قضاها مع فريق الأسهم الفضية. هذا وأثنى فريق ألفا روميو على سائقه الجديد مؤكدا أنه سيكتب صفحة محورية من تاريخ رياضة السيارات في بلاده. ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على حسن إصغائي والمتابعة. عودة إليك عبد الغفور. شكرا جزيلا لك زميل كريم. بالعربي، شهدت باحة الساحة العسكرية بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس
اجتماع 12 موسيقيا سعيا لنيل لقب أكبر أوركسترا في العالم. إذا ما كسر وتر لا تتوقفوا، وإذا أضعتم التقاسيم لا تتوقفوا، اعتمدوا على الذاكرة ولكن لا تتوقفوا. درس من الموسيقي الفنزويلي دافيد أسكانيو لفرقته الموسيقية التي يحثها على تحقيق حلم الرقم القياسي في موسوعة جينيس. 12 ألف موسيقي من فرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا اجتمعوا في باحة الساحة العسكرية بكاراكاس مع حلول الظلام في العاصمة ليمنحوا لقب أكبر أوركسترا في العالم. التربية الموسيقية هو برنامج قديم أطلقه المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو تحت اسم ال سيستيما في عام 1975 بهدف إتاحة الموسيقى لآلاف الأطفال المنحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخ هذا البرنامج في عشرات البلدان كما تخرج منه كبار قادة الأوركسترا في العالم. خلال 12 دقيقة أدى الموسيقيون 8 مقطوعات للروسي إيليتش تشايكوفسكي بقيادة المايسترو أسكانيو، وتنتظر الفرقة إعلان النتائج في الأيام القادمة لتحقيق حلم أكبر أوركسترا في العالم بعد أوركسترا سانت بيترسبورغ الروسية التي حققت الرقم في عام 2019 بعرض يضم 8097 موسيقياً. مشاهدينا، بقي أن نذكر بأبرز ما جاء في نشرة الحسات. بعد ترشح خليفة حفتر لرئاسية ليبيا، تصاعد الجدل حول مستقبل الاستحقاق. بعد التصعيد على حدودهما، أرمينيا وأذربيجان توقفان الاشتباكات بوساطة روسية. انتقادات دولية ضد روسيا بعد نجاح اختبار صاروخي مضاد للأقمار الصناعية. الجزائر تتولى الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. وفي الرياضة تابعتم معنا، الجزائر تتأهل إلى الدور الفاصل من تصفيات المونديال. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.